معنى كده ان كان عندي تقصير في الحياة الحزبية او الجانب التشريعي في الدولة المصرية؟ اقول لك بوضوح نعم، هناك تقصير. كانش فيه سياسة ولا حوار، فلما يجي عندي بحوار سياسي ويبقى ماشي ب 50% او 60 او 40%، انا مؤمن انه الحياة السياسية ان اخذ هذه الخطوه واكمل. ما كانوش بيقعدوا قبل كده، كان في حاله تشكك، حاله ابتعاد، حاله تنافر، حاله تنمر. احيانا الناس في مشاكل بينها، متشككين، ما تعودوش يتكلموا كتير. التربه السياسيه نفسها في مصر هشه، وقائم النظام على الانتخاب الفردي. الانتخاب الفردي الولاء فيه والبطل فيه هو المرشح، الشخص، العيله، القبيله. النظام السياسي المصري او الثقافه السياسيه في مصر خلت الولاء الاكبر للفرد مش للحزب. لابد من وقف الناس، كل الناس اللي اشتركوا في اللجنه دي بيقولوا لابد من وقف الاستدامه او الحد منها. فجر هذه الازمه ان انت كنت ماشيه بالسياسه بتعتمد بالاساس على ما يسمى الاموال الساخنه او الهجمات. في مصر طلع في اسبوعين ثلاثه فقط في مارس قبل الماضي 22 مليار دولار. من يوم موعد للقراءه والكتابه، يعني يمكن من سن ست في اولى ابتدائي 6 سنوات، ولا أسمع عبارة القضاء على مواقات الاستثمار، يعني كلمة أظن تتكرر. ثم فوجئت أنه كان في ندوات في العشرينات والثلاثينات برضو بتتكلم عن نفس المشكلة. الفترة الأخيرة لاحظت أن مستوى الثقافة السياسية لبعض النخبة، ولا أقول كل النخبة، تراجع إلى حد كبير. مصر اللي هي الدولة العربية الأكبر لابد أن تفتح أبوابها للأشقاء، خصوصا السودانيين، طالما أن ذلك لا يمس الثوابت الأساسية للأمن القومي المصري. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي منصة ذات مصر، برحب بحضراتكم معنا النهاردة ولقاء جديد. الحقيقة أنه المشهد السياسي والوضع الراهن كان يتطلب مننا قراءة واضحة وموضوعية لما يحدث داخل مصر وأيضا في الإقليم والعالم. فخلينا مع حضراتكم نرحب بالكاتب الصحفي أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ عماد مساء الخير، وسعيدة بتشريف حضرتك لينا في ذات مصر. مساء النور، شكرا لحضرتك ولكل الناس وكل المتابعين. بشكرك يا فندم. خلينا نستغل وجود حضرتك معانا ونبدا في البدايه نتكلم عن الحوار الوطني. اكيد انضمام حضرتك ووجودك كشخص فاعل وفعال في الحوار الوطني كنت اكيد في البدايه داخل محمل بهدف بعينه او حاجه معينه في الانضمام للحوار الوطني. ايه الحاجه اللي حضرتك كنت حابب ان انت تدخل بيها او يعني تتبنى ملفها في الحوار الوطني؟ الاول خلينا نتفق انه الحوار الوطني، انا فوجئت ان انا اخترت في مجلس الامناء، وده يعني شرف بالنسبه لي ان انا اكون واحد من 21 شخص مفروض بيمثلوا مختلف الاطياف السياسيه في مصر الى حد كبير. وسط كوكبه من الزملاء والاساتذه، الواحد كان سعيد ان هو يكون موجود بينهم. نمره 2، كنت سعيد جدا ان الحوار الوطني ينطلق، لانه بوضوح الحياة السياسية في مصر قبل هذا الحوار كانت شبه مجمدة، لم تكن هناك حياة سياسية حقيقية بالمعنى المفهوم، وأسباب ذلك كثيرة ومتعددة، منها التحديات الصعبة التي مرت بها مصر من إرهاب ومن تفجيرات ومن أزمات اقتصادية. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من لقاء كان مفترض أن يبقى فيه حوار وطني قبل كده، لكن تأخرنا لأسباب مختلفة. فأنا من أنصار في السياسة عموما أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، وبالتالي ده التصور المهم. يعني وده نقطة مهمة في المشهد السياسي المصري والعربي، بمعنى أنه هو الأفضل بالنسبة لي ما لم يكن هناك حوار وطني. طيب الحوار الوطني جه واتعمل وماشي بسرعة 50%، 50% مش مريحة لبعض الناس. طيب هو ما كانش موجود سرعة خالص، كان في 0%، ما كانش في حوار سياسي أصلا، ما كانش في سياسة ولا حوار. فلما يجي عندي بحوار سياسي ويبقى ماشي ب 50% أو 60 أو 40%، أنا مؤمن أنه الحياة السياسية أن أخذ هذه الخطوة وأكمل وأحاول في وبالتالي كان بالنسبة لي وجود الحوار في حد ذاته أن الناس تقعد تحت سقف واحد، القوى السياسية المصرية اللي هي لم تلتقي من تقريبا 2013 لائتلاف الوطن الكبير اللي قاد عملية ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة وبدايات الجديدة، يقعد تاني ويلتقي ويتكلم ويتحاور ويختلف ويتفق. ده كان تطور في حد ذاته ما كانش موجود، وبالتالي المشهد ده في حد ذاته كان مريح جدا بالنسبة لي، وانه يقود
الى مجموعه من الاهداف اللي هو اجابه على سؤال حضرتك. صحيح. اول حاجه انك بتحددي ملامح المرحله الجايه ان الناس تسمع بعض، انك تعملي انفراجه تقود بدورها الى حل الكثير من المشاكل التي تواجههم. طيب حضرتك بتتكلم عن جزئيه انه الاشخاص اللي هم الاعضاء اللي موجودين في الحوار الوطني اللي بيحصل بينهم تبادل وجهات النظر واختلافات، وكل ده بشكل واضح ان هو هيكون بناء للحياه السياسيه في مصر. هل حضرتك بتشوف ان ده بدوره ممكن يفيد او ينعكس على المواطن المصري اللي ماشي في الشارع؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، ناس كثيره بتقوله. اولا انه الناس العشرين او الواحد وعشرين واحد دول اللي هم مجلس الامناء بضياء رشوان والمستشار محمود فوزي ما كانوش هم بيمثلوا قوى سياسيه، ما كانوش بيقعدوا قبل كده. لما قعدوا في البدايات، ودين يعني لا اكشف سرا، كان في حاله تشكك، حاله ابتعاد، حاله تنافر، حاله تنمر. احيانا الناس في مشاكل بينها، متشككين، ما تعودوش يتكلموا كتير. الحالة دي انتهت بعد 3-4 شهور لما بدأوا الناس يسمعوا بعض ويتكلموا مع بعض. فدي خدمة مهمة جدا للحياة السياسية، ان الناس الاول يعني تقعد مع بعض، نقعد الاول نتكلم يا اخوانا ونشوف احنا متفقين على ايه ومختلفين عليه، لان شعار الحوار الوطني البحث عن مساحات مشتركة. فوجدت او وجدت هذه المساحات المشتركة الى حد كبير، مش مثالية، في حاجات كتيرة لسه، بس تحقق جزء مهم جدا الناس مع بعض. فالسؤال الجوهري حضرتك تفضلت بيه، المواطن اللي هو البعض يقول لك طب وانا استفدت ايه؟ اللي هو لا له طيب. بيفهم في السياسه ولا صح. في التفاصيل. احنا عارفين ان طيب. المصريين بقى عندهم وعي سياسي زاد مؤخرا في السنوات الاخيره، لكن في النهايه برضو احنا بنمر بظروف. ممكن المواطن يقول لك طيب انا محتاج جدوى للحوار صح. الوطني ده انا اشعر بيها. من حق هذا المواطن الكريم انه يسال هذا السؤال، ودورنا ان احنا نحاول ان نقدم اجابه قد ترضيه وقد لا ترضيه. صحيح. الفكره ببساطه، لما القوى السياسيه بتقعد مع بعضها على سبيل المثال، لما في محور سياسي واجتماعي واقتصادي، لما المحور السياسي يناقش ان افضل طريقه النظام الانتخابي، نظام انتخابي يلبي رغبه الناس، اكبر قدر من الناس او القوى السياسيه، لما يجيب نظام انتخابي ينتخب بصوره عادله، طيب مش ده مفيد انه يبقى في مجلس نواب يعبر عن غالبيه المصريين؟ دي نمره واحد. لما اقول دعم الاحزاب في المحور السياسي، مش ده مفيد للمواطن انه يختار الحزب اللي هو بيعبر عنه؟ طيب لما اقول انه الحريات، توسيع مجال الحريات وحقوق الانسان، ده في صميم مصلحه المواطن. دي كلها انا بقول لحضرتك عناوين لجان موجوده داخل الحوار الوطني ده في المحور السياسي. لما يبقى عندي لجنه اسمها الديون، لجنه الدين العام الاشكاليات والحلول، الملفات الاقتصاديه طبعا بتعني بيها، لما اجي اقول ان لابد من وقف الدين، الناس كل الناس اللي اشتركوا في اللجنه دي بيقولوا لابد من وقف الاستدامة او الحد منها، طب ده مش يهم المواطن العادي؟ لما اقول لجنه اسمها التضخم وغلاء الاسعار اللي هو الموضوع الاكثر الحاحا على المصريين، لما يتم نقاش فيه وان احنا لازم نوصل لحل لهذا الموضوع، ده في قلب، لما الناس دول يجتمعوا ويوصلوا لحلول حتى لو بنسبة 5% أو 50% ده مفيد جدا لي. وممكن لما أعمل التعليم، الصحة، قضية السكانية، في قضية اسمها قضية الوصاية اللي هي السيدات الفضليات اللي هم اختلفوا مع أزواجهم. صحيح. ده دي ملف الأسرة والمجتمع، هناك اتفاق كامل بين الناس بكل الاتجاهات إن هو إنصاف الزوجة في هذا الأمر وان يتعدل القانون العنف الاسري. طيب انا هنا برجع، لما انا مضطر ان انا اقاطع حضرتك، قاطعين، بس اتفضل. انا لما اعمل ده مفيد للمواطن عادي ولا لا؟ مفيد طبعا، بس هنا بقى اسال حضرتك انه عشان حضراتكم تتفضلوا وتقوموا بالدور ده مشكورين عليه، هل معنى كده ان كان عندي تقصير في الحياه الحزبيه او الجانب التشريعي في الدوله المصريه؟ اقول لك بوضوح، نعم هناك تقصير. اشكرك على صراحتك. يعني طبعا، لانه لو الامور ماشيه زي الفل وتمام ما كانش كنا نعمل حوار وطني ليه؟ الحوار الوطني يتعمل عشان يفك بعض الحاجات الاشكاليات. ايه مشكله الاحزاب السياسيه في مصر؟ ليه ما بتقومش بدورها؟ هل في اهداف تانية؟ هل في تصورات ليهم في اداره الاحزاب، الاداره الداخليه للاحزاب دي مثلا؟ مشكلة الحياة الحزبية مشكلة عميقة ومتشعبة ويصعب اختزالها الآن أو من 5 سنين. أنا في ظني، رغم أن أنا أحب عبد الناصر، جمال عبد الناصر، وسأرتله حبا عظيما وكبيرا، لكن
ثورة يوليو قامت لمجموعة من الأهداف نعرفها كلنا. كانت الأحزاب السياسية في هذا الوقت مشكلة لأن كانت معظمها مرتبط بالقصر أو بالاحتلال. اتلغت الأحزاب في يناير 53 وظلت هناك هيئة سياسية واحدة مرة اسمها هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي. في سنة 76 الناس الكبيرة في السن شوية تتذكر ان اتعمل المنابر الثلاثة. المنابر الثلاثة بعد سنة اتحولت الى ثلاث احزاب، يمين ويسار وسط. اليمين الثلاث، اليمين هو حزب الاحرار، اليسار التجمع، الوسط كان حزب مصر، والسادات غيروا بعد سنة وسمى الحزب الوطني، والناس كلهم طلعوا من الحزب ده الا الحزب لانه كان حزب الحكومة. فالاحزاب دي قضت ماشية بس فيها هيمنة واضحة للحزب الوطني. قضت هذه التجربة اجهضت في نهاية 2000 مع ثورة 25 يناير. كان النظام السياسي وصل إلى مرحلة من الانسداد الكامل. فبعد كده عملتي انفتاح تاني وبدأت تفتحي تكوين الأحزاب. ده التدرج. المشكلة الأحزاب في مصر ليها سببين أساسيين، سبب تتحمله الحكومة بوضوح وسبب تتحمله الأحزاب نفسها. بمعنى الحكومة أن تهيئ الظروف المناسبة لنشأة الأحزاب تشتغل صح، وإن هي تمارس عملها بكل حرية، وإن الراجل ما يخافش إنه يروح ينضم المواطن عادي للحزب. الأحزاب في مصر نتيجة الممارسات طويلة جدا بيه في حاجة عندي وقرة في ذهن المواطن عادي إن حزب الحكومة هو ده الأساس. الناس كانت بتدخل حزب الوطن أو ما تعتقد إنه أحزاب قريبة من السلطة عايز يطلع رخصة مخبز، عايز يهرب من كمين، عايز يترقى، عارف انه الانضمام للحزب الحاكم هو الباب الملكي للعبور. فبالتالي ده وقر فخلى بقية الأحزاب. فده جزء عدم الحكومة انها لم تعطي الحرية الكافية او توفر التربة المناسبة للأحزاب. التربة السياسية نفسها في مصر هشة. النظام الانتخابي من عشر من قرون، من منذ عرفت مصر اول مجلس شورى، الانتخاب ما كانش بالانتخاب طبعا، كان سنه 1863 في عهد الخديوي اسماعيل، وقائم النظام على الانتخاب الفردي. الانتخاب الفردي الولاء فيه والبطل فيه هو المرشح، الشخص، العيله، القبيله، طبعا القبليه والعرقيه بتتحكم، مش البرنامج السياسي. صحيح، انا متفق معاك، واحنا لاحظنا ده حتى في انتخابات بعض هذه كتير من الانتخابات. بالظبط، هذه التربه ما زالت موجوده. النظام السياسي المصري او الثقافه السياسيه في مصر خلت الولاء الاكبر للفرد مش للحزب. من اجمالي 104 او 105 مليون مصري تقريبا، تقدير بيقول انه اقل من مليون مصري او مليون مصري هم اللي منضمين للاحزاب. وانا تقديري اكتر كمان ان مش كلهم مؤمنين بفكره الحزب. طب عندنا احزاب كتيره كده يكون حوالي 122 او 123. 104 حزب على ما اظن، منهم 84 حزب رسمي والباقي تحت التاسيس. عندنا احزاب كتيره، نعم، ومش كلها فعاله. هل حضرتك لو جهه، يعني حضرتك لو موجود في جهه عندها الصلاحيات ان هي توقف عمل الاحزاب دي، تعمل ده؟ تنهي عملها؟ لا، القضية مش كده. في كتير لا يعني الناس كتير عارفة ان الولايات المتحدة او تعتقد ان الولايات المتحدة فيها الحزب الديمقراطي والجمهوري. في احزاب كتيرة طبعا مش ظاهرة للنور، بس الممارسة السياسية بتخلي البقاء للاقوى، للافضل، للاصح. في تجارب كتيرة زي دول مثلا بتقول زي اسرائيل على سبيل المثال، انه الحزب الذي لا يتجاوز العتبة الانتخابية اللي هي 1% او 5% يتحل اوتوماتيك ويندمج بشكل طبيعي. فده نظام. فبالتالي لو انا عندي طول ما عندي ممارسه سياسيه صحيحه هيبقى الحزب القوي هو اللي موجود. احنا كنا ننتظر ان الاحزاب الكتيره اللي موجوده دي يسفر عنها تعدديه، ويسفر عنها كمان ان الشباب اللي موجودين في الدوله المصريه يتم تهيئتهم للاستيعاب المناخ السياسي الصحي، لكن للاسف الشديد ده ما ظهرش. يمكن الدوله قامت بده في اعداد القاده وفي مؤتمرات الشباب، كنا ننتظر من هذه الاحزاب ان هي تقوم بالدور ده الحقيقه، لكن ما كانش ده فعال. يعني الا من رحم ربي حزب او اتنين متواجدين على الساحه. بص انا وافق يعني لحد ما كلامك متفق معاه نسبيا. انا مع انه الاحزاب المصريه قصرت، لانه عندنا احزاب الحزب عباره عن الاب وابنه، واحيانا الابن بينشق على ابوه، او الاب وزوج الراجل وزوجته، خدت بالك؟ وشفنا بعض النماذج، مش هقول اسمائها، شخص تنقل بين ثلاث احزاب في وقت واحد. في الانتخابات الماضيه ولا قبل الماضيه، في شخص كان رايح اتفق مع حزب وفي الطريق جاله تليفون فراح حزب تاني، ماشي، وشخصيه مشهوره بالمناسبه. فده
هنا لانه هنا غياب الثقافه السياسيه، غياب الالتزام بالبرنامج، ده تتحمله الاحزاب والنخب السياسيه وتتحمله الحكومه. وبالتالي الخطوره في ده ايه؟ الخطوره انه عدم وجود تنافس حزبي حقيقي واحزاب حقيقيه مدنيه هو البوابه الملكيه احيانا لعبور التيارات المتطرفه. ودي النقطه الجوهريه، كلما كانت هناك حياه سياسيه صحيحه هتفرز احزاب مدنيه اكثر، هتمنع وجود احزاب متطرفه تتاجر مره باسم الدين او مره باسم ان يكون ليها اهداف اخرى تستخدم الاحزاب دي. عندي احزاب قويه حقيقيه زي ما كانت التجربه، لانه البعض ما بياخدش باله يقول يا ريت فينا ايام التجربه الليبراليه الحقيقيه في مصر. مع كل الاحترام لهذه التجربه، كانت هناك، كان في مصر التجربه الحزبيه في مصر من سنه 23 الى سنه 52. حزب الاغلبيه الحقيقي هو حزب الوفد لم يحكم الا 8 سنين، في حين ان الباقي كان فيه احزاب تحكم باسم القصر او باسم الاحتلال. والاحتلال ندرك او نتذكر حادث 4 فبراير لما حصروا القصر، قصر عابدين، واجبروا الملك فاروق انه يجيب وزاره مصطفى النحاس عشان يهدي الشارع المصري في عز اشتعال الحرب العالميه الثانيه. فبالتالي هذه تجربه لم تكن، لم يمكن حزب الاغلبيه، فبالتالي انا تقديري لا يمكن الحديث عن تجربه ليبراليه حقيقيه في ظل وجود احتلال. طالما ان في دبابات احتلال مش هتكلم على، مش هيتكلم عن حياه سياسيه ولا ديمقراطيه. صحيح. طيب خلينا نشوف الوضع الاقتصادي والملف الاقتصادي. الحقيقه انه الوضع الاقتصادي اللي بنمر بيه قاسي جدا جدا على كل المستويات الحقيقه. فخليني اعرف قراءه حضرتك للوضع الاقتصادي، وهل في افكار او سيناريوهات حضرتك شايفها ممكن تخرج مصر من الازمه الراهنه في الملف الاقتصادي؟ طبعا الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني اذا كان رئيس الجمهوريه شخصيا بيقول ان في مشكله وفي صعوبات وبيشكر الشعب دائما على تحمله، فمش شاجي انا او غيره، يعني ما فيش مشكله. صحيح. مشكله موجوده ومشكله حاده ومشكله لها وجوه كثيره طبعا. يعني في احنا كنا ماشيين الى حد ما جيد، عملنا برنامج اصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 والامور كانت ماشيه الى حد ما، وبدات تصلحي سياسات كثيره غلط متراكمه، لكن يعني للاسف شديد لم، يعني حظنا كان الى حد ما سيء الى حد كبير، لان جات لنا ضربتين اساسيتين من كورونا واوكرانيا. كورونا واوكرانيا وروسيا طبعا. هل عشان يبقى موضوع حل الازمه بس بسبب العوامل الخارجيه؟ لا طبعا، في جزء تتحمله السياسات الداخليه عشان اكون واضح، لانه احنا اعتمدنا على فيما يتعلق بضخ، احنا دوله مواردنا قليله الى حد ما، دوله مش منتجه بتروليه كبيره، عندنا يا دوب بنقضي نفسنا وبنشتري. عندنا سكان كتير فبالتالي بتستهلك كثير من الموارد. بس الجزء الاساسي اللي هو في تقديري اللي فجر هذه الازمه ان انت كنت ماشيه بالسياسه بتعتمد بالاساس على ما يسمى الاموال الساخنه او الهوتمان. يعني باختصار شديد جدا عشان الصوره تبقى واضحه، كنت بتجيب الناس صناديق الاستثمار الكبرى او الدول او الافراد في الغرب بيعمل سعر فايده 0% او 0.5% في البنوك بتاعها. فبالتالي محدش بيحط الفلوس هناك، بيجي عندي او عند جنوب افريقيا او تركيا يجي يحط، انا عامل سعر فايده مرتفع من يتراوح ما بين 10 الى 20%. فالراجل بيجيب فلوس الدولارات يديها للحكومه المصريه يفكها، يحط الدولارات في البنك المركزي وياخد الفلوس المصري يعملها فايده او وديعه مستحقه بعد سنه مثلا. البنك المركزي بياخد هذه الفلوس اللي هي بتاعت الاموال الساخنه ويستفيد بيها في الاستيراد وتغطيه الاستيراد وحاجات زي كده. بيجي ميعاد استحقاقها ياخد الفلوس المصريه يحولها الى دولارات ويروح، وتيجي غيرها والدوره كده شغاله. ده كان محقق لك نوع من الاستقرار الوهمي او الشكلي او المؤقت. بالظبط. ليه؟ لانه لما حصلت الازمه العالميه اوكرانيا وحصلت ازمه الديون المرتفعه وازمه الركود وازمه التضخم، اضطرت الولايات المتحده والبنك الفيدرالي والعديد من الدول الاوروبيه الكبرى انها تحرك اسعار الفايده بدل ما كان 0 او 0.5%، وصلت الان الى حوالي 6%. صحيح. 6% اوتوماتيك كل بتوع الاموال الساخنه جريوا على الاصل وراح طالع. في مصر طلع في اسبوعين ثلاثه فقط في مارس الماضي او مارس قبل الماضي اسف 22 مليار دولار. طبعا عملوا لك كارثه كبيره. فبالتالي
بدأ يتكشف العورة اللي موجودة في الاعتماد على هذا العنصر فقط. البديل كان إيه؟ إن أنا يبقى عندي استثمارات حقيقية جاية بتعمل استثمارات مقيمة وموجودة بتوفر لي فرص عمل. فلما تيجي تحصل مشكلة وتبقى أموال سخنة ما فيش مشكلة، بس بتبقى بنسبة 10 20 30%. لكن لما كان الجزء الأساسي معتمد على الأموال السخنة طلعت بيه عندي مشكلة كبيرة جدا، فبيه ما فيش دولارات، فاضطريت تعملي التعويم. والتعويم في ظل ان مفيش دولارات تانية تقدر تعتمد هتبقى تظل مشكلة. فالهدف الرئيسي كيف يمكن لنا ان يبقى عندي استثمارات حقيقية في الزراعة في الصناعة خصوصا في الحاجات الاساسية اللي زي دي، وبالتالي اقدر اعتمد على ان اصدر اكتر، اجيب عملة صعبة، اوفر جزء من الوردة. من حوالي سنتين ثلاثة كنا لما بنتكلم في الاعلام كنا بنقول احنا محتاجين نحاول اننا ندعم المناخ ليكون عندنا جاذب للاستثمارات الاجنبية، ونسهل الاجراءات ونقلل من البيروقراطيه عشان المستثمر الاجنبي لما يجي يبقى فيه سهوله ويبقى فيه، والدوله قامت بجهود في هذا الملف. انا دلوقتي عايز اسال حضرتك ازاي اقدر اخلي في مناخ امن للمستثمر المصري، لرجل الاعمال المصري، للراجل رجل الصناعه المصري؟ ايه اللي الرجل ده محتاجه والمفروض ان الحكومه تسنده وتساعده فيه عشان ما يروحش يستثمر بره، او علشان يقدر ان نقدر اننا نحول الدوله لدوله مصدره ودوله منتجه نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها؟ بص حضرتك، من يوم ما وعيت للقراءه والكتابه يعني يمكن من سن ست في اولى ابتدائي 6 سنوات وانا اسمع عباره القضاء على موقات الاستثمار، يعني كلمة أظن تتكرر. ثم فوجئت أنه كان في ندوات في العشرينات والثلاثينات برضو بتتكلم عن نفس المشكلة. فالنية طيبة في مرات كثيرة جدا، لكن هي القصة كيف يمكن تنفيذها على أرض الواقع. لا أشك أنه فيه نية حقيقية لدى القيادة السياسية في هذا الأمر، وللأمانة وللموضوعية بدأ يبقى فيه تحرك حقيقي وإجراءات فعلية لمعالجة هذا الأمر. ظني أنه ده تطور مهم، بس في الناحية الثانية في ثقافة سياسية سائدة اللي هي البيروقراطية، دهاليز البيروقراطية المصرية. غالبية الموظفين، الإعلام في مصر معظمه لا يؤمن بدور القطاع الخاص، رأيه أن غالبية رجال أعمال حرامية ونصوص، وده مش صحيح طبعا. في ناس كثيرة منتجة وبتوفر فرص عمل. مصر فيها حوالي 30 مليون موظف، 5% بتعينهم الحكومة والباقي كلهم في القطاع الخاص، وال 25 في القطاع الخاص. فبالتالي من دوري ان انا ندعم القطاع، ادعم هذا القطاع الخاص لان هو اللي بيوفر لي فرص العمل. ايه اشكال الدعم من وجهه نظرك؟ اشكال الدعم ان انا يبقى عندي سياسات واضحه وثابته وشفافه ما ينفعش تتغير، انه لا انافس القطاع الخاص في حاجاته الاساسيه، انه يبقى معروف فيه حدود العلاقه بين القطاع العام والخاص، انه زي ما الدوله احنا في حاجه مهمه جدا صدرت ان هو الغاء الامتيازات اللي كانت مخصصه للشركات العامه، عشان لانه لما انا بدي شركه قطاع عام امتيازات كبيره جدا انا باثر كده على الشركه اللي فيها، هخلي سعر السلعه اللي بنتجها القطاع الخاص غاليه، فبالتالي دي بتنعدم فرص المنافسه العادله. انه الدوله عملت تطور مهم جدا في المساله دي، وهي وثيقه ملكيه الدوله، وبدات تنفذها بالفعل، فده تطور مهم جدا. فبالتالي القصه رهن بالقضاء الفعلي على ده، وان الناس تؤمن خصوصا الموظفين، الوزير والنائب الوزير والرئيس الوزراء ورئيس مؤمنين تماما باللي بقوله لحضرتك. بس هي القصه انت عارفه اللي هو الموظف الصغير اللي هو فوت علينا بكره يا سيد هات لي ختم النسر على دي، واحيانا بعض الفساد في بعض الجهات، دي حاجات لابد ان هو يقضى عليها بجد، ولابد ان يبقى في عقاب صارم لاصحابه، ولابد ان يبقى على راس هذه الهيئات ناس مؤمنين فعلا بتشجيع الاستثمار. هو ليه الامريكان والغرب بيدوا فلوس للمصدرين؟ لانه عايز كل ما بيصدر كل ما بيفيد اقتصاده. طبعا هو يستفيد الراجل اللي بيصدر بس. واحنا بدانا نعمل ده ورجع. شايف ان احنا نجحنا في موضوع او ملف اننا الرقمنه لحد كبير للامانه. الرقمنه هي قصه نجاح مصريه حقيقيه. انا تابعت عن قرب الحاجات اللي هي يعني على مستوانا الشخصي، يعني تقدري حضرتك بدل ما تنزلي تروحي البنك مثلا بزرار بتدوسي بتحولي فلوس في اي وقت، بيوم الجمعة بالليل يوم السبت الصبح تقدري تستغني عن كثير من المعاملات. الرقمنة قضت على جزء كبير من الفساد، من الفساد طبعا، لانه تقليل العنصر وتعامل العنصر البشري. ازاي حضرتك صباح الخير والشاي انتهى. ده كله كتر، كل ده بدا يقل كتير جدا هذه المظاهر. فبالتالي وزاره الاتصالات عملت جهد كبير، واظن عندها استهداف ان هي توصل لعدد معين من المهام
في خلالها في نهايه السنه دي. نتمنى ده طبعا. فانت لا ده جزء مهم جدا ويسهل حياه الناس. انت دلوقتي حضرتك ممكن تعملي العديد من الاوراق تستخرجيها اونلاين بدل ما تنزلي وتضيعي يوم ومواصلات وجهد وفلوس طيب كويس. احنا علينا دي ميزه التكنولوجيا انها تقضي لينا على الفساد صحيح. والامل. وكمان في جزء ثاني ده انت بدات تكسبي فلوس من ده. انا يعني في حوار اكتر من مره مع الوزير الاتصالات عمرو طلعت انه حد في اقصى الصعيد قاعد في الصعيد بيشتغل مع جهه اجنبيه بالتليفون وبيجي له شغله وبيجي له فلوس بتدخل للدوله طبعا. واحنا بدانا احنا مصر متقدمه في مسائل التعهيد والكول سنتر والحاجات زي كده. من مصلحتي ان انا بدرب اكبر قدر من الناس لانهم هيجيبوا لي اكبر قدر من الفلوس ويوفروا لي حاجات كتير قوي. صحيح. حضرتك كتبت وقلت اين ذهبت الكفاءات، كنت تقصد مين بالكفاءات؟ اقول لحضرتك بوضوح في الندوات اللي شاركت فيها او حضرت فيها كمستمع في الفتره الاخيره لاحظت ان مستوى الثقافه السياسيه لبعض النخبه ولا اقول كل النخبه تراجع الى حد كبير. الثقافه السياسيه تحديدا في حتت كتير النخبه العامه النخبه هنا في كل الحاجات اللي هو انه حد يطلع يعني لاحظي مثلا انه بعض الانتقادات وجهت لفنانين كان مبعثها انه مش عارف يتكلم مش عارف يعبر عن نفسه. دي حقيقه. فلما انا اجي كفنان نخبه ما هذا نخبه وقائد راي قوى ناعمه فبالتالي لما يجي شفت بعض السياسيين مش عارف مش قاري الملف اللي هو بيتكلم فيه. فدي جاتني الفكره انا راجل عجوز في السن فشفت وانا انا اتخرجت من كليه علم سنه 86 طلعت لقيت فطاحله في كل المجالات. والغريب ان وقتها كنا بنقول احنا مش محظوظين لان القدوه اختفت ولم نكن ان احنا هيجي علينا وقت نشوف اللي احنا كنا في عز وقتها. فهنا قلت يا ترى هي المشكلة انه الكفاءات اختفت ولا احنا مش عارفين نوصل للكفاءات الحقيقية. انا اظن ان في لسه كفاءات ولسه في ناس والدليل ان احنا بنشوف ناس مصريين بينجحوا بره كتير. فبالتالي يبقى دوري انا كحكومة ونقابات وهيئات واعلام وكل القوى الاساسية ان انا اقدر اقدم الناس الكويسه وصدرها هي اللي تتصدر المشهد عشان هم دول اللي يقدروا يفيدوا مصر افضل في المرحله المقبله. صحيح. ما ينفعش تكون معانا يا فندم وما نتكلمش عن الدور الاقليمي لمصر تحديدا في ظل ما يحدث في السودان وليبيا ملفات كثيره جدا جدا. مصر بتقوم بدورها الريادي في المنطقه بشكل كبير كشقيقه لكل الدول العربيه والدول الافريقيه. ازاي نقدر نقوم بدا الفتره دي تحديدا دون المساس بالامن القومي المصري والاستقرار المصري؟ طيب هذا سؤال يعني شديد الاتساع وشديد التشعب ويحتاج الى ايام وليالي لكن اقدر اقول نقاط سريعه. اتفضل. مصر الدور المصري يواجه تحديات كثيره اقليميا ودوليا. اعاده تعريف الدور الاقليمي والدور الريادي مهم جدا لانه ناس كثيره بتتصرف فين دور ما الدور دايما بيتحدد انت ايه هي التضحيات اللي عملتيها. ما فيش دور بيجي لي حضرتك ببلاش. ما فيش حاجه كده وما فيش شيك على بياض في السياسه الخارجيه او في الدور الاقليمي او في الادوار. بمقدار ما تنفقي مش فلوس بس طبعا كل شيء بمقدار بيبالك. هو امريكا ليها دور ليه كل ازمه يقول لك الدور الامريكي لانه الدور الامريكي موجود. الدور الامريكي بيدي مساعدات لغالبيه دول العالم عنده قوات موجوده في حتت عنده قوه ناعمه كتيره عنده اسلحه نوويه. تقصد انه حتى الدعم ده بيكون له استراتيجيات ومقابل اوقات طبعا. ما هو اي الدور الاقليمي او الدور اسف الدور عموما هو دور لازم. ثوره يوليو الدور المصري في افريقيا على سبيل المثال ليه لنا دور لان احنا رحنا دعمنا كل حركات التحرر بعتنا قوات لبعض الدول سندنا الاقتصادات الافريقيه رحنا حفرنا ترع وبنينا مساجد وعملنا حاجات شركه المقاولين العرب وشركه النصر عملوا جهد. دخلنا في معارك مع فرنسا العدوان الثلاثي جزء منه لان احنا كنا بنلعب ثوره الجزائر اتضربنا يعني. فالدور المصري واللي احنا لسه ما زال ليه جذور لدلوقت لان انت دفعت ثمن. دي نقطه مهمه. اللي بيعتقدوا ان احنا كده الدور ده بينزل هبه من السماء ومستمر طول عمره ده مش صحيح. هل مصر قادرة انها تعمل ده حتى الآن؟ طبعاً مصر دولة كبيرة وقوية وعندها موارد كتيرة وعندها قوة كتيرة جداً. مش صحيح يعني الناس متصورين ان القوة بس بيبقى عندك فلوس بترول ولا غاز. لا
ما في دول كتيره لا تملك، اليابان ما عندهاش بترول ولا غاز ولا اي موارد طبيعيه، انت تملك عقول لا بتملك اقتصاد. وسنغافوره تجربه نجاح سنغافوره في قصص دبي، ما دبي دبي كاماره دبي لا يوجد عندها بترول بالمناسبه، بس عملت قصه نجاح تحبيها تكرهيها بس قصه نجاح هي. وبالتالي النجاح هنا الدور خلق الدور وخلق التاثير. انا مش عايز اتكلم على دول بالاسم اقليميه نجحت في ده بحاجات كتيره جدا، فبالتالي بمقدار ما انا اضحي واعمل جهد بمقدار ما يبقى عندي دور. مصر عملت، مصر استطاعت ان هي تستعيد جزء كبير جدا من تاثيرها بعد 30 يونيو 2013، ولما جد في ليبيا واعلنت الخط الاحمر في سرت والجفرة تم احترام ذلك ماشي. وشفنا كمان انه الذين اختلفوا مع الدور المصري لسنوات طويلة جدا رجعوا الى الحاجات هم اللي رجعوا، يعني مش عارف اصيغها ازاي، بس الدور المصري لم يغير ثوابته بس اثبت ان هو ما زالت اوراقه كتيرة جدا ويستطيع ان يزيد من فعاليتها وتعظيمها. وقت ملف السودان ويعني اندلاع الأحداث الفترة الأخيرة في السودان، كان في ردود أفعال على السوشيال ميديا خاصة من بعض المواطنين المصريين في ملف مجيء الأشقاء السودانيين إلى مصر. أكيد حضرتك تابعت ده وكنت شايف إن في تحول بدأ يحصل للمواطن المصري لأفكاره وأخلاقياته، إيه سبب ده يا فندم؟ اللي حصل في مسألة السودان على سبيل المثال هو تقديري طبيعي، لأنه الثقافات والقيم إلى حد ما اختلفت، بمعنى أنه وإحنا بنتكلم من لسه من شوية على الدور. طيب أنا السودان ده جزء من أمن القوم الحقيقي، وكل ما يحدث في السودان، طبعا ما يحدث الآن في السودان مسألة حزينة جدا جدا أكيد. نتمنى أن ربنا يلهمهم الصبر والصواب وينتهي الأمر، لأنه كارثة بكل المعايير، إجرام في يعني ملوك الحرب إجرام في حق السودان. احنا الدولة طبعا التي استقبلت اكبر قدر من اللاجئين السودانيين، الاخوة والاشقاء السودانيين موجودين في مصر بعدد كبير جدا، البعض بيقول عليهم 5 مليون، ومن اظن من اجمالي 200,000 على الاقل فيه 50 أو 60% من اللاجئين جم مصر عشان الروابط. انا مصر بفتح الباب بتاعي طول الوقت في وجه كل الاشقاء السوريين والعراقيين والليبيين والسودانيين بالاخص، لان العلاقه مبتده كنا دوله واحده لحد سنه 56. لكن وانت بتعملي ده لابد ان برضه يبقى عندك عنايه بالاعراض الجانبيه زي ما بيقولوا بالظبط. هو انا هدخل مين ومش هدخل، لان الجزء الامني مهم جدا. طب اللي هياثر على الامن ازاي؟ افتح الباب الاساس وانا بفتح الباب واهلا وسهلا بيكم، لكن يبقى عندي محددات حتى لا تؤثر على الامن القومي. النقطه الجوهريه اللي هي المواطن اللي هو قد يتبرم او تظلم منه بعض الإشارات اللي مش جيدة، أنا بعذره لأنه هو مش واخد باله من الصورة الكاملة. لو حضرتك لاحظتي في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية الأحزاب التي تعارض الهجرة وتعارض الاندماج هي اللي بتحقق انتخابات بتقفز، لأنه صحيح بيبقى متخيل المواطن إن ده لمصلحته، بتقول له المواطن الفشل الكبير اللي موجود للحكومة دي الأوروبية بسبب إن هي فتحت الباب وبسبب أنجيلا ميركل، رغم إن هو لا يقدم الصورة الحقيقية للناس، إنه أنجيلا ميركل ما دخلتش الناس حبا في الناس، أنا آسف جدا أن أقول ده، هي دخلتهم لأن هي محتاجة قوة شبابية أساسية، وكانوا بيختاروا الناس الشباب عشان الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي الزيادة السكانية ضعيفة جدا، فعايزين شباب، بيدخلوا السوريين الشباب المهندسين وبيدخلوا الهنود، فكان فيها مصلحة. فبالتالي مصر اللي هي الدولة العربية الأكبر لابد أن تفتح أبوابها للأشقاء خصوصا السودانيين، طالما أن ذلك لا يمس الثوابت الاساسيه للامن القومي المصري. ثانيا الولايات المتحده مثلا هي عندها مشردين كتير وعندها نسبه فقر، بس ورغم ذلك بتقدم مساعدات لدول كتيره جدا. هل يجي المواطن الامريكي يقول لك انا ما اقدمش لان انا محتاج؟ انا عندي ادوار مختلفه للدوله، صحيح ممكن اكون عندي ازمه اقتصاديه بس عندي حته تانية لازم ادفع فيها، لانه الامن القومي متشعب في حاجات كتيره جدا. والا انه اي دوله عندها مشكله اقتصاديه تقول لك والله احنا هنقفل على نفسنا الباب ومش هنقدم اي حاجه او هنفتح الباب لاي حاجه. دي كيف يمكن للمواطن، او هو المواطن معذور، الاعلام والحكومه وسائر المجتمع المدني عليه دور مهم جدا انه يشرح للمواطن هو انا ليه ممكن ابقى عندي مشكله بس هفتح الباب لناس جايه من السودان. زي بالظبط
هو انا ليه اشجع ان انا اجيب اللحمه بتاعتي من السودان او اثيوبيا او اوغندا بس ما اجيبهاش من الاوروجواي؟ مع كل الاحترام للاوروجواي، الاوروجواي انا ما عنديش مصالح كبيره معاها، لكن لما هجيب اللحوم او الحاجات من الدول الجوار هقدر اثر في السياسات بتاعتها، التاثير الاقتصادي. صحيح، العلاقات الاقتصاديه، ان انا هروح ازرع في السودان ان يبقى في مصالح مشتركه، هو ده التاثير. هل وقتها اجي اقول هو انا ليه بروح استثمر في اثيوبيا ولا في السودان ولا في اوغندا ولا في جنوب السودان؟ او ليه انا بروح ابني سد في تنزانيا؟ انا ببنيه لانه ده بيدي نموذج مهم للدول الافريقيه ان احنا ممكن نتعاون في بناء سدود بما لا يضر بمصالح الاخرين، ورساله مباشره لاثيوبيا وهكذا. فلابد ان يبقى عندي صوره واضحه وده مش المواطن بسيط معذور. كيف نقنع المواطن بسيط ان ده في مصلحه الدوله وبالتالي في مصلحته؟ انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، شرفتنا النهارده في إذاعة مصر. بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم، والى اللقاء مره اخرى.